اهلا بكم اعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من سوبر تايم. ضيفي ونجم النهارده كابتن مؤمن سليمان، بتشرف وجودك معايا دايما. اهلا بيك يا سيف، انا اللي بتشرف بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. دايما حلقتنا معاك بيبقى وشها حلو يا مسهل، وتاني يوم بيبقى فيه خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك كابتن، وفقك دايما ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن. الحلقه اللي فاتت نمت صحيت لقيتك ماسك فرقه، قلت كنا بنتكلم بالليل في ايه والصبح في ايه. سبحان الله يعني. سبحان الله. كره سريعه كابتن، سريعه احداثها، سريعه جدا، وساعات بتبقى يعني من كتر احداثها السريعه الواحد ما بيركز شويه في اختياراته او بيركز شويه في قراراته. فيعني الخبره دي بتتاخد مع الوقت، ان دايما لازم تاخد وقت ما بين تجربه وتجربه. ساعات الريتم السريع بتاع الكوره واحداثها بيخلي الواحد لازم يبقى ابديت. عايز اتكلم عليك شويه يعني سريعا كده، وبعدين نروح لكاس الامم. عايز اتكلم عليك وعلى الدوري الممتاز، يعني تجارب كتير، دايما التجارب يعني ما بتكملش فيها نواقص. مش عايزك تكلمني كمؤمن سليمان او كاللي عديت بيه، كل تجربه ايه اللي ناقصها؟ اقول لك صراحه، يعني هي الموضوع اداره في الاخر. لو كنت صريح زياده شويه، يعني هقول لك ساعات الواحد غروره او ثقته شويه بنفسه في الشغل بتخليه يقول ان المشاكل التانيه هتتحل عشان انا مثلا بعرف كوره كويس، ان انا هشتغل كويس. مع الخبره ومع الشغل كتير عرفت ان مهما كان الواحد شاطر او عنده ثقه في نفسه، هو عامل من عوامل النجاح، وعوامل النجاح كتيره، منها الاداره واحد واثنين وثلاثه. لازم الاداره تحط تحتها ثلاث خطوط. تعامله مع الاداره، التعامل مع الاداره هو تقريبا اذا كان المدرب هيقدر ينجح ولا لا، او هيقدر يسيطر على كل الخيوط ولا لا. للاسف دايما الناس تيجي تقول احنا محتاجين فرصه، كفانا فرقه صغيره، عايزين فرقه كبيره، عايز النهارده اتحرك فرقه كبيره. جت فرصتك انك خدت فرق كبيره ورا بعض ما كملتش يا فندم. للاسف انا الفرق الكبيره هعتبر الزمالك، المقصه، سموحه. انا بعتبر نجحت في اثنين من ثلاثه، واعتبر ان سموحه دايما برجع لها واقول تجربتي تجربه ناجحه جدا مع سموحه، سواء على المستوى الفاينانشال المادي بالنسبه للنادي، سواء على مستوى الاداء، سواء على مستوى اللعيبه وتطور ادائها، اللعيبه اللي راحت اهلي وزمالك ومنتخب مصر، كل دي في حسابات 10 ماتشات في افريقيا، طالع الرابع في الدوري بنقط مريحه جدا، من احسن نتائج في الدور الثاني. كل ده بحسبه بالنسبه لي ده تجربه مش قادر انساها. تجربه الزمالك صدق او لا تصدق بالنسبه لي تجربه ناجحه، وصدق او لا تصدق بالنسبه لناس كثيره تجربه ناجحه. الاعلام ممكن شويه شوه الصوره عشان ماتش او حاجه، لكن توتال يعني انا شايف الحمد لله ان انا حققت انجاز مع نادي الزمالك. المقصه رايي ان انا استعجلت جدا وكانت الفرصه صغيره جدا. انا مسكت الفريق في اسبوعين، اشتغلت فتره اعداد شهر من غير لعيبه افريقيا اللي هم اساس التيم، ببيع اكتر من 5 6 لعيبه، وفجاه لقيتني بتغلب 3 ماتشات في اول الدوري وبمشي. الحقيقه انا اللي يمكن استعجلت شويه، حسيت في ستريس جامد عليا. انا يعني حسيت ان انا جيف اب بسرعه، استسلمت، او حسيت ان الموضوع 4 ماتشات، الزن الكتير والدوشه حوالين الموضوع. بس مقصه النادي هادي اصلا للاسف شديد. بعد يعني الزن هيجي منين؟ بعد ايهاب جلال فتره طويله مع المقصه، عشان انت بتنزع حاجه وبتحط حاجه تانية، كان لازم وقت اطول، كان لازم كمان فرصه قبل السيزون ما يبتدي عشان ارتب نفسي. انا جبت لعيبه عشان ده اللي فاضل، لازم بسرعه اجيب ده، لازم ناقص بسرعه. فتره الاعداد ابتدينا ب 12 لعيب، انهينا لفتره اعداد والثلاثه الافارقه جايين اخر 3 ايام. فعوامل كتيره، ما بقولش ان بخلع مسؤوليه يعني، لكن هي تجارب فيها غلطات. لكن حضرتك بتقول مثلا ان المدربين بيشتكوا انه ما عندهمش فرص كبيره، انا خدت فرق صغيره وفرق كبيره وفرق في النص وفرق بره، عملت كل حاجه. فعندي تجارب ناجحه، عندي تجارب فاشله، عارف انا فشلت ليه او ما نجحتش ليه، وبحاول اتفلافى الاخطاء. الموسم ده زعلان منه ولا مرضي؟ زعلان جدا. حسيت ان الكره اتخلت عني شويه، حظي اتخلى عني شويه، وكمان حسيت ان انا كان تعاملي مع الاداره غلط، مع ادارتين النوادي اللي انا اشتغلت معاهم كانت غلط. كنت مركز اكتر في حاله الفريق وفي الكام في الدوري، اللي ناقصنا في لياقه بدنيه، تكتيك، ومع ان كل ده كان يجي في التاني حاجة. طيب الدوري السنة اللي فاتت كان صعب جدا، بيقولوا السنة الجاية أصعب. طبعا الفرق كلها مجهزة كويس جدا، والفرق اللي صعدت متهيألي هتكون مجهزة بشكل كويس جدا. كمان اللعيبة المعروضة في الدرجة التانية بقت كتيرة، لأن في فرق بتستثمر، فمجرد إن الفلوس دخلت في اللعبة
بتلاقي فيه اهتمام اكتر، بتلاقي مواهب اكتر، فتلاقي ان في لعيبه في الدرجه الثانيه ما بتتباعش ب 3 مليون وب 4 مليون. ده معناه ان في لعيبه بتتجهز كويس وفي عيون موجوده في الدرجه الثانيه، ومعنى الدرجه الثانيه مستوى عالي معناها ان مستوى اللعيبه بقى اكتر او بقى في كذا اوبشن للنوادي. الدوري مش هينقصوا لعيبه لكن هينقصوا افكار الحقيقه. وده اللي انا كنت عايز اتعرض له لما نيجي نتكلم على بطوله افريقيا، ويمكن اللي حصل الحادثه الكبيره الصدمه اللي خدها الجمهور المصري. مش هقدر الوم حد واشاور على حد واقول اتحاد الكوره هو السبب، اللعيبه هي سبب، اعلام هو سبب، هي الكوره فيها كده. لكن احنا لازم نطلع بدرس معين جدا، ان احنا افكارنا بقت بترجع لورا للاسف شديد، وبعيب جدا 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 على الاسلوب اللي احنا بنحلل بيه، اللي هو احنا واخدين الموضوع زي كل حاجه فهلوه، اللي هو اهم حاجه النتيجه. احنا في ناس متخصصه عشان تدافع وفي ناس متخصصه عشان تهاجم. الفتح اللعب ده عدم الخبره، اللعب الكره على الارض ما بيجيبش نتيجه، غلط، كل ده غلط. لو الكوره هنحتسب ان الكوره فيها حاجه اسمها العلم، فاحنا لازم نشوف الناس بتعمل ايه. الناس بتعمل ايه؟ بتعمل اساس اللعبه. بالنسبه لي المغرب، وانا هضرب مثل بالمغرب لان المغرب خرج زينا، احنا الاثنين خرجنا بنفس الدور، لكن هتكلم عليهم شويه. واقول انا عندي 45 سنه حضرت مصر مرتين في كاس العالم، مره سنه 90 والمره الاخيره. صدقني وانا جاي عمال بفتكر ثالث ماتش في بطوله كاس العالم الاخيره، احنا لعبنا روسيا ولعبنا اوروجواي ولعبنا السعوديه. انا مش فاكر اوروجواي، احداث الماتشات مش لابسه في دماغي. لغايه النهارده ذكرياتي مع مصر في كاس العالم ماتش هولندا، ماتش من 6 ماتشات. ليه؟ مع ان احنا تعادلنا ما كسبناش، عشان لعبنا كويس. الغرض من اللعبه ان احنا نلعب كويس، مش غرض نطلع اذكياء، ده مش ذكاء، دي فهلوه. بنحاول نخدع ناس اشتغلت احسن مننا، ناس بتشتغل وبتخطا وتصلح اخطائها وتغلط تاني وتصلح اخطائها، وانت عايز تيجي بكل فهلوه عشان مثلا عندك لعيب جامد او لعيب كويس. فالذكاء ان احنا نعمل زون، ان احنا نلعب على الهجمه المرتده، نستغل اخطاء المنافس، كل ده في الكوره. لكن جواه كمان انك تلعب. معظم الدوري للاسف الشديد من كتر المنافسه الشديده، من كتر استوديوهات التحليل الطويله جدا اللي بتناقش اداء المدرب كتير اكتر من اللازم، يعني بساعات بحس ان الاستوديوهات التحليليه بتناقش اداء المدرب اكتر من اللعيب، مع ان اللعيب المدرب مهما عمل واللعيب ما اداش في النهايه ولا حاجه. فللاسف شديد ان احنا خدنا اللعبه بذكاء اكتر تحول الى اللي هو فهلوه، زي ان في نظام لتركيب حاجه معينه فليها نظام وسيستم 1 2 3 4، فانا فهلوي فاعملها 1 و4 على طول. فاحيانا بينجح لكن احيانا لا. طيب اتكلم عن الجزء الفني شويه للمنتخب. وانا الحقيقه كان معايا في الاستوديو مورينيو، والراجل كان كلامه فني واضح، يعني قال ان لو انا بتكلم على اجيري فمش عارف اقيمه، لان مش معقوله يكون اجيري طالب من اللعيبه كده. بالظبط. ولو اللعيبه، ضرب مثل مهم، قال لو اللعيبه اجيري او انا مورينيو طالب منهم كده مش هيسمعوني. وجاب لقطه فيها انني ادى حجازي ادى طارق ادى حجازي ادى الشناوي من غير ما يكون في ضغط. فقال لي انا الحقيقه مش قادر اشوف سبب، لان دايما اللعيبه بتلعب لورا. ايوه. وعرف الكوره اللعيبه تلعب لقدام. انا مش لاقي برضو مش لاقي رد، يعني قاعد افكر ممكن الاقي حاجه اقولها في الجمله دي. مبدئيا قبل اي حاجه، الفكره في فريق كوره الفكره جماعيه. فانا ليه ضربت مثل بالمغرب؟ علشان كده المغرب حصل ايه؟ المغرب لعبت كويس جدا ولعبت في كاس العالم كويس جدا. لما النهارده يخرجوا ما اقدرش اقول الفريق دوت المدرب بتاعه وحش، او هم ادوا بشكل ساذج او بطيء او اي نوع تاني. ليه؟ لان انا شفت مثلا كل لعيبه النجوم بتوع المغرب، نجوم المغرب، بيحاولوا كل تركيزهم انه يحافظوا على المسافه ما بينهم وبين الخط اللي وراهم، ان المسافه تفضل 30 يارده 25 يارده. الحاجات دي انا مش شفتهاش عندنا، مع ان ده اساس كره القدم. الاول بسم الله الرحمن الرحيم المسافات تكون قليله. فكل ما المستوى بيعلى كل ما ده يبقى بيزك، ده ما بتفكرش فيه. للاسف شديد لو شفت الجون بتاع اللي جه فينا في منتخب مصر، هي ما تجيش حتى فريق درجه تاني، لان احنا كان تقريبا حجازي على بعد 15 يارده من بقيه الفريق، فالكره اتعملت 1-2 وراحوا بهجمه بيجروا بيها سبرنت، وفي واحد لسه على بعد 10 12 يارده. ده ما بيحصلش فريق كبير منظم عنده فكره واضحه. كمان لما تشوف خط نص نادي مصر، منتخب مصر، قبل الجون ما يجي وتلاقي فيه وليد سليمان، في ورده، في طارق حامد،
انا ما عنديش مانع لو الفرقه جماعيه وعارفه الدور، بحيث ان وليد سليمان ده بيلعب في ثلاثه اللي قدام وبيلعب واحد تحتيه في ثلاثه ونص ملعب، هو عارف بالظبط اللي تحتيه بيعمل ايه الوظيفه، واحنا مش معنا الكوره تقريبا هي هي تقريبا هي هي. لان انا شفت مين لعيب المغرب بتاع اياكس اللي ضيع البينالتي، احسن لعيب احسن لعيب زياش بينزل لغايه الخط عشان يحافظ بس على المسافه مش عشان يدافع. قصدي ان الفكره ما كانتش واضحه تماما، وكل الفريق بتاعنا تحسه انه عنده افكار من كل حته. في لعيبه اللي في الدوري المصري عندهم استحوذ على الكوره، فزي ما حضرتك قلت اللقطه اللي هو حجازي لطارق حامد للنني عشان نحافظ على الكوره ونهدي اللعب، مش دي الطريقه اللي نهدي بيها اللعب. في كمان صلاح مستني لعبه ثانيه خالص، مستني نبقى قريبين ونعمل 1 2 سريع، فمش موجود. ما شفتش حتى يعني للاسف الشديد، خلينا نتكلم عن صلاح لانه برضه عنصر مهم جدا. صلاح من الناس اللي عملت موسم طويل جدا من اطول المواسم في حياته، وبعدين يجي ياخد 12 يوم لازم غصبا عنه يحصل كده ياخد ريلاكس، وبعدين يخش عشان يعمل اقصى حمل ذهني وبدني. فاللي حصل انه الثلاث ماتشات الاولانيين ما كانش احسن فورمه ليه، ومع ذلك باين الفرق المستوى العالي الكبير، لكن مش صلاح مش احسن حاجه مش ليفربول. بس ده ساديو ماني كده وحكيم كده انا كنت لسه هقول ان ساديو ماني لقى جنبه اللي يعمل زياده، ومع ذلك بدل ما يجري 20 30 خطوه عشان يحافظ على المسافه بيجري 10 و12 خطوه، لان الفرقه فاهمه الفرقه جاهزه. احنا كنا حتى مش قادر اقول ان احنا لاين الفرود او خط المهاجم كان متفاهم او خط النص كان متفاهم، انا المفروض ان انا اقول التيم كله كان متجانس عارف بيتحرك ازاي مع بعضه. احنا يا كابتن دلوقتي لو هنعالج وعايزين نبني لبكره وعايزين نبني بكره بسرعه، جهاز فني مشي، اتحاد كوره مشي، عايزين نبني بكره. المنتخب الوطني في كاس العالم كان اداؤه مش افضل حاجه، ناس تختلف على كوبر، كوبر افضل نتائج واثبتت نتيجه، كان شكل المنتخب اكيد افضل من دلوقتي بكتير، ولكن الناس برضه ما كانتش راضيه في كاس العالم، وكانت برضه يعني اعتراض شديد جدا. تصفيات منتخب بيكسب مش افضل حاجه، اعتراض شديد جدا. كاس الامم الافريقيه منتخب في اضعف حالاته الفنيه. انت النهارده عايز تبني وداخل على تصفيات كاس عالم وداخل وداخل وداخل، منظومه غيرتها، عايز تجيب جهاز فني وعايز تجيب مدربين. الناس النهارده معترضه على اللعيبه وبقى لها فتره عشان الامور تكون واضحه. نيجي النهارده نقول فلان الفلاني بدون ذكر اسامي عشان ما اقولش بس ان انا معترض عليه، انا بتكلم في الجزء الفني فقط لا غير. يعني فلان الفلاني طب انضم ليه؟ طب ده لا ما ينفعش يكون، طب ده ماشي. هل المشكله عناصر؟ قاعد افكر مع نفسي كده، يعني بقول مثلا الناس اتكلموا على عمرو ورد، اتكلموا على النني مثلا، انا بتكلم فني بغض النظر موقف عمرو او قصه اتفاق من اختلاف مش ده الموضوع، انا بتكلم فني. كل المحللين قالوا عمرو ورده يعني مستوى الفتره الاخيره او عامه لاعب جيد بس في لعيبه كتير احسن، مش يعني مش اللاعب اللي يصنع الفارق في المنتخب. النني الناس معترض عليه بقالها فترة أو بقالها كتير، المحمدي أداؤه في المنتخب مثلا مش أفضل حاجة، كلهم لعيبة محترمة يعني. أجي على التلات لعيبة دول كل مدير فني بيجي بيجيبهم. فإحنا ما بقيناش فاهمين، يعني أنت بتستعين بنفس اللعيبة والناس بتعترض عليهم والناس هنا بتتساءل حضرتك بتضم الناس دي ليه؟ تسأل كوبر نفس السؤال عشان تاريخ بعيد نفسه، تسأل كابتن شاوي غريب مكان متولي نفس السؤال، تسأل النهارده أجيري نفس السؤال. ده في عناصر انضمت من ايام الكابتن شوقي علي غزال، ناس اعترضت بشده وقالت لشوقي غريب انت بتعمل ايه؟ انت جايبه منين؟ جايب علي غزال يعمل ايه؟ غيري بيرجعه تاني. يا في حاجه مش واضحه، يا في حاجه احنا مش شايفينها، يا في مشكله. محدش يقنعني ان انضمام اللعيبه لاي مدير اي مدير فني بيحب نفسه. طبعا. يعني اي مدير فني انا طبعًا. مش بحب حد، انا بحب نفسي. طبعا. وانا شايف بالرؤيه بالعين، ممكن يكون عندنا اختلافات. ممكن احنا ندينا على عبد الله جمعه قلنا ايمن اشرف ده مش في مكانه في اليمين لازم تاخد حد بديل، حاجات كتيره جدا، ولكن الناس بتعترض على اللعيبه وعلى العناصر وعلى الاداء. انا مش عارف احنا مشكلتنا كمنتخب المنظومه لو مضايقه الناس مشيت بس يبقى اللعيبه، هنقعد عشان ما نضيعش نفس على الفاضي هنعترض على اللعيبه واللعيبه لا تصح وبتاع. عمرك ما هتبوظ اللعيبه، لان قواعد اللعبه اللعيب هو اللي بتلاقيه بكره وبعده، يعني اللعيب اللي انت عايز تصحيه وتفوقه بكره. المنظومه مش مهم،
مجلس بيمشي، جهاز بيمشي، هيجي غيره بالزبط. لكن اللعيب النهارده مش هيجي غيره. صلاح النهارده لو مش موفق بكره ان شاء الله باذن الله هيبقى موفق. الشناوي النهارده واقف على رجله. مروان لو مش كده ان شاء الله في الدوري الممتاز يرجع ويتالق. ما تقدرش تذبحه، ما تقدرش تدوس عليه بالزبط. انتقده ماشي، بس مش هتدوس عليه. دي قاعده اللعبه، لان في ناس تقول لك ايه اللعيب يشيل ب 80% 90%. حتى لو شال ما عندكش ليه طريقه حساب طبعا. عشان يعني تكون الامور واضحه هي. فما عندكش غير ان انت تفوقه او تستبعده وتشوف غيره. المشكله فين؟ طيب الاول، اول حاجه المدرب بياخد اللعيبه دي لانه مش لاقي احسن منهم. طيب ليه احنا ما افرزناش احسن؟ لان الدوري بتاعنا ما بيش يعني ما بيديش فرصه لافراز ده. صدقني انا يعني ليا جمله انا مع لعيب مثلا يعني انا بتكلم على سردباك. السردباك ده اتربى حتى في نادي الزمالك او نادي الاهلي. فالسردباك ده بيسمع وهو 15 سنه و14 سنه الامان، ما توقفش الكره اللي جالك طويله، ولو غلط الغلطه دي وقفها واتخذت منه ممكن يقعد سنتين، ممكن يبطل الكره خالص. ما هو كابتن فاللي بيحصل ايه؟ الجمله دي برضو خطيره. ليه؟ انا هقول لك، لو قلت ان انا ما عنديش في الشمال هقول ان ما عنديش في اليمين، هقول ان ما عنديش ديفندر، هقول ان ما عنديش راس حربه صريح، هقول الثلاثه اللي تحت دايما عندي مشكله في رقم 10 او في اللي بيلعب على الدايره لو عبد الله مش فايق، هقول ايه؟ هو للاسف الشديد كمان احنا يعني خلينا نتفق ان مثلا عبد الله ما كانش احسن مستوى ليه، انني مش احسن مستوى ليه، بس دي مفاجاه برضو. يعني ما حد، لو احنا بنحلل الدوري المصري عبد الله من احسن لعيبه في الدوري المصري طبعا في المكان ده، ودايما متالق ودايما بيعمل اجوان ودايما تقيل وبقاله سنين طويله، فما تقدرش تستغني عنه او تقول انا هجيب ولد صغير مثلا قفشه، لعيب كبير جدا بس ما لعبش. يعني شفت تطلع على طلعها قفشه مثلا انا بفكر في الناس اللي في المكان ده، هتلاقي احمد علي بينضم عشان الصغيرين ما اثبتوش حاجه، ما اثبتوش حاجه كبيره تخليهم يشتغلوا على ده. فانا بعذر اجيري، ما انا مش عارف هو زي يعني انا همشي مع مورينيو اقول لك انا ما اقدرش اقول مورينيو اجيري كويس ولا وحش، لانه ما عندوش الوقت الكبير انه يعمل معسكرات زي كابتن جوهري زمان. عنده بقاله سنه. عمل قد ايه؟ عمل اربع ايام، اسبوع، ماتشين. يعني حضرتك بتقول ان دي افضل اختيارات؟ يعني في اثنين. انت من وجهه نظرك؟ انا لا، مثلا انا في ثلاثه اربعه لعيبه كان شايفهم يخشوا مثلا، يعني شايف في لعيب اثنين مش هقول طبعا اسامي كان لازم يبقوا في التشكيل الاساسي احتمال، بس دي وجهه نظر انا اللي بعيد عن الفريق ما اعرفش عنه حاجه. لكن انا شايف ان احنا فقدنا هويتنا. لا احنا بنلعب كوره حلوه، لا احنا بنلعب كوره عنيفه، لا احنا بنلعب كوره طويله. قول لي احنا شو احنا مش عارف احنا شبه غانا، احنا شبه المغرب، احنا شبه الجزائر، احنا للاسف احنا شبه مالي. كل الفرق دي ورتنا تيم ورك بيلعب كوره جماعيه محترمه بغض النظر. هي دي اهم نقطه، بغض النظر اسامي اللعيبه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هديك خمس دقايق تفكر وارجع تكون لقيت لي روشته. انا عايز حل، انا عايز اقول للناس اي حاجه بتفكروا فيها مضايقاكوا مشيت، منظومه اتغيرت وجهاز مشي، اتحاد، اي حاجه سهل ان تمشي، بس المهم المنتخب يبقى كويس. المنتخب فنيا هيبقى يبقى كويس ازاي؟ وناقص له ايه؟ وتبتدي ازاي؟ وتبتدي منين؟ لانك لازم تبتدي. عندك الشهر الجاي امور، هيجي النهارده سين من الناس للجهاز الفني، وهيجي سين من الناس للاتحاد، وكلهم ناس افاضل وكلهم ان شاء الله باذن الله ينجحوا. النهارده كل مره بنقف نفس الموقف، اللعيبه لازم تدوس على نفسها، مفيش روح. معقوله حاجات انا بسمعها؟ لا بس معقوله لعيب ما عندوش روح؟ ما هو اللعيب مش عايز يلعب، اكيد لعيب عايز يلعب وعايز يقدم افضل حاجه، بس في حاجه غلط حقيقي. فكر فيه قبل ما نرجع. حاضر. نرجع نعرف الحاجه الغلط بعد الفاصل. الحلول الفنيه للمنتخب الوطني، المنتخب يعمل ايه عشان يقدم كوره كويسه؟ طيب يعمل ايه عشان يكسب؟ يعمل ايه عشان يسعد الناس؟ يعمل ايه عشان يرجع المنتخب بتاع زمان؟ وهل احنا فعلا عندنا جيل كويس ولا ما عندناش؟ طيب هو السؤال ده شقين. السؤال ده سالته المانيا نفسها بعد كاس العالم 2010. اسبانيا خدت البطوله بشكل اداء هايل، العالم كله حسدها عليه في جنوب افريقيا، وكان ده حلم كل الدول انها تلعب الكره اللي عملتها اسبانيا، لان كانت لاول مره فريق يلعب كره حلوه وكمان ياخد البطوله. الالمان عملوا ايه دايما؟ في زي عاده او ترند كده، الفريق اللي بياخد بطوله العالم بيعمل زي سيمينار، بيجي الناس اللي اشرفوا على المنتخب، مدربين، اداريين، كل الناس اللي اشرفوا على المنتخب، وبييجوا بيقدموا تجربتهم
الصف الاول هو قاعد فيه كل المسؤولين عن المنتخب الالماني. المنتخب الالماني عنده الباع الطويل وعنده المدرسه اللي الناس كلها بتحاول تقلدها المشهور عالميا اللي واخد بطولات العالم اكتر من اسبانيا، هم اول ناس واقفين في الصف لانه عجبهم ده. فاول حاجه هو الاعتراف ان احنا عندنا مشكله. تاني حاجه ان في مكان لازم نتعلم منه. ده المانيا بالنسبه لالمانيا كان لازم تتعلم حاجه واحده اللي هي تكتيك او طريقه جديده او فكره في الكوره. دي احنا لازم نعمله. نمره اتنين وده الاهم، ان انت تحاول تطور الكوره عن طريق الكوره المحليه الا وهي الدوري المصري. نمره واحد في الدوري المصري، انا بسم الله الرحمن الرحيم احنا على ميه بيضاء اهو، احنا كان عندنا مشاكل من ساعه 2011 لغايه النهارده عشان نقدر نلضم الدوري اللي بيخلص شهر 10 والتاني لازم يبتدي، فدايما متاخرين. افتكر السنه دي بطولات افريقيا بقت بتخلص شهر 6، القوائم بتاعت الفرق بقت معروفه ان القايمه دي هتلعب بطوله افريقيا كامله، فما فيش فرق هتلعب شهر 7 زي الاهلي والزمالك فيتعطلوا ويكملوا موسم يلضم في موسم. فمتهيألي ده الميعاد المناسب جدا ان احنا نشوف جدول في 36 اسبوع مكتوب تواريخهم ومواعيد الماتشات. ده نمره واحد عشان اللعيب يقدر يطلع احسن فورمه ليه، لان على اساس هذا الجدول كل الاعضاء الاجهزه الفنيه هيقدروا يرتبوا شغله. نمره ثلاثة وده الاهم، الفكره العامه، وده هيجي من الناس المتخصصه في الاعلام تحديدا. كل الاعلاميين اللي حضرتك مسؤول منهم شخصيا وحضرتك من الناس المشهوره اللي ليها متابعين، فكلامك مؤثر جدا. فكرتك عن الكوره انت بنفسك تشوف ايه؟ هل احنا بصدد ان احنا نجي نتفرج على مباراه من بذكاء بعيد عن فن الكوره اللي اتعملت اصلا؟ يعني الهدف من الكوره بيتلغي عشان نشوف مين ضحك على مين، مين ضيع وقت، مين هدى اللعب. وده شيء طبيعي ان الجون يقع في الارض يقعد خمس دقائق فنقول في الاستوديو التحليلي ان ده جون عنده خبره، ان اللعيب ان الفريق اللي يكسب 1-0 لازم ما يلعبش كوره ويقع كل ثلاث دقائق عشان الريتم يهدى، ويكون ده جزاته ان الناس لما تيجي تحلل تقول الله على العبقريه، الله المدرب ده بيفهم. فاذا هتلاقي مستوى الرديء دايما، المستوى الرديء يطلع لعيب رديء، لعيب ما عندوش شجاعه، ما عندوش تجربه. لانه يعني تجربتي انا شخصيا كلاعب كوره مش كمدرب، عايز يعني اقول النقطه دي تحديدا عشان الناس تفهم انا قلت ايه. انا كنت رحت السويس بعد ما سبت الزمالك، كان عندي اصابه كبيره في ركبتي، فرحت السويس فريق درجه تانية ما كنتش بتمرن، كان عندي زي همت فما بروحش تمرين. كان الكابتن حسن ربنا يمسيه بالخير كان لسه موجود قبل ما انا اجي، لسه مسلم عليه، كان هو المدير الفني، وكانت على طول ركبتي ورمه وبتاع، فكان يقول لي تعالى يومين في الاسبوع. فكنت بروح اشتغل يومين وانزل الماتش لياقتي البدنيه لا تتعدى 30% واطلع نجم الماتش. فتقول لي ازاي بقى يعني؟ هقول لك ليه، لان كل خمس دقائق في لعيب بيقع. في الخمس دقائق دول انا كنت نفسي راح، انا مش قادر، فاللعيب بيقع باخد نفسي وتمام التمام والعب كمان خمس دقائق. انا لعيب نادي الزمالك وكان مستواي اعلى من المستوى اللي بلعب فيه، فالمهاره لسه موجوده، رجلي لسه مظبوطه، فاطلع ضحك على الناس كلها احسن لعيب واقل واحد عملت مجهود. للاسف الشديد الدوري المصري بيسمح بده يظهر. احنا طلعنا كوره تسمح بده، تسمح بلعيب مش قادر يبان كويس، تسمح بفريق المفروض ينزل يفضل عشان مدرب صوته عالي مثلا، تفضل الماتش يتلعب منه تلت ساعه من 90 دقيقه، لا فاولات وكره في الهواء عشان الماتش يتامن، وفي الاخر لو نجح مره بيديله كريدت، مع ان العكس المفروض ان احنا نسمن الشغل، نسمن الكوره، لان دي في النهايه هو ده اللي بيكسب. شوف اعظم فرق في العالم سواء انديه او منتخبات، العامل المشترك ما بينهم انهم بيلعبوا كوره حقيقيه. حتى الفرق الصغيره بتحقق نجاح ما بتبقى قررت انها تعمل كده، وجاء وقتها حتى الفرق اللي هي ما بتبقاش مرشحه وبتوصل ما بتوصلش بالطريقه بتاعتنا دي، بان انا الذكاء اللي هو الديرتي اللي هو احنا ازاي هنضحك على القانون؟ ازاي؟ لا، الدوري المصري لازم يبقى مستوى احسن من كده، لان احنا عندنا 110 مليون نسمه. ال 110 مليون نسمه دول فيهم مواهب اكتر من البرازيل، صدقني احنا عندنا مواهب لا يمكن تتصورها، وفي منهم مواهب بتبطل بتظهر وتبطل من غير ما توصل للبيك اللي هو اعلى حاجه. الدوري ما بتسمحش بكده. الفكره العامه من اهم الحاجات، ده عشان الدوري يكمل، المواعيد الماتشات، اخر حاجه التكتيك بقى الكوره، احنا لازم نروح نتعلم من المعلم.
من احسن واحد. ما هو ناس يعني في ناس مختصه دلوقتي وناس فاهمه بتبعت لي دلوقتي بتقول لي انتظام المسابقه نمره واحد، وجود مدير فني في الاتحاد، سيستم ثابت للمنتخبات. هل ده فعلا ممكن يكون مظبوط؟ ويعني ايه نتعلم من المعلم؟ يعني مين احنا مصر بالنسبه لافريقيا، احنا ملوك افريقيا. اذا احنا مجبرين مش بمزاجنا ان احنا نعمل الكوره المسيطر، مش كده؟ ينفع نلعب مثلا بنين، بلاش بنين، ينفع نلعب السنغال بحجم السنغال، المغرب، تونس، واحنا بنعمل زون واحنا بنلعب على صلاح؟ ينفع؟ طبعا لا. الشعب المصري مستني من منتخب مصر يلعب كوره الفريق المسيطر. اذا لان ده وضعنا في افريقيا، اذا احنا مطالبين بكده. الفكره دي لازم تكون من الجمهور العادي. احنا دلوقتي ساعات احنا بنسمم افكار الناس ان الكوره بالنسبه لهم بدل ما يتفرجوا على حاجه حلوه ينبسطوا، لا يتفرجوا هو مين هيضحك على مين عشان يكسب. الحل يا كابتن، الحل ببساطه ان المنتخب نبقى عارفين احنا هنعمل ايه، فنجيب مدرب بيعمل ده من مدرسه. مدرب دي مصري ولا اجنبي؟ ما اقدرش اقول. في مدرب مصري كويس وفي مدرب اجنبي كويس، والعكس، في مدرب اجنبي وحش وفي مدرب مصري وحش. فاحنا لازم نختار مدرب ورانا حاجه، طريقته عجبانه، مش لازم يكون حقق كاس العالم بس احنا شايفين منه حاجه. يعني منتخب الكاميرون لما اختار سيدورف وباتريك كوليفرت هم خسروا، بس هم رايحين لمدرسه وشايفين بوتنشال، ناس سنها اسمها كان نجوم كبار جدا في عالم الكوره كلاعب، وهو عايز يثبت حاجه، فاختار واحد عنده فلسفه كرويه، عنده مدرسه كبيره وجاي بيقدم حاجه. مش هيمشوه الا لو هو مشي، لكن هم مقتنعين ان هم عايزين يكملوا المشوار ده. المغرب تفتكر انهم هيغيروا هيرفي رينار؟ ما افتكرش، لانهم وراهم حاجه، وراهم قبل كده اسلوب. فاول حاجه ان احنا نختار مدرب يلائم احنا عايزين ايه. طب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين فريق بيلعب كوره نمره واحد، يحقق نتائج نمره اتنين. تصور، لان انا بقول لك اللي محفور في 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 ضمير الشعب المصري ككوره، ماتش البرازيل 3-3 ما كسبناش، ماتش هولندا 1-1 ما كسبناش، كل ده عشان لعبنا كويس. فالغرض من الكوره ان احنا ننبسط، شعبنا بينبسط لما نلعب كوره. منتخب مصر لازم يلعب كوره تحت اي بند، ما تقوليش اللي تكسب بيه تلعب بيه، اللي تكسب بيه اللي هو انت تلعب كوره، ده المفروض. كل الناس بتعمل كده، اللي بيحبوا الكوره، اللي عارفين المغزى منها، هي في الاخر لعبه ممتعه. في الاخر لو الكوره دي مش موجوده الدنيا مش هتموت، يعني الاكل والشرب لو اتلغى الناس هتموت، لكن الكوره معموله عشان الناس تنبسط، لو فقدت ماهيتها تتلغى احسن. انا الدوري المصري ليه الناس دلوقتي، لما ولادك الناس اللي في الشارع كل الناس عارفه نجوم فرق اوروبا، ليه تشدوا؟ ليه بيتفرجوا على مش لازم يكون برشلونه بيلعب، ممكن اتلتيكو مدريد بيلعب مثلا فالنسيا، وقاعدين مستمتعين بالكور، مش عارف ولا اسم ولا لعيب، مش عارف الدوري، ممكن ما بيعرفش الدوري ايه، لكن قاعد مبسوط. فهمنا احنا المتخصصين في كره القدم ان احنا نحول الاتجاه ان الكوره تبقى ممتعه وان احنا بننبسط بيها. احنا عندنا جيل يا كابتن ينفذ ده؟ والله عندنا ناس محترمه تقدر تعمل كده. انت منهم، اوعى تفتكر تجربتك بالنسبه لي فاشله ابدا. لا مش قصدي عندنا اداريا، انا قصدي عندنا ناس فنيا تقدر تنفذ ده. يبقى لازم نحضر كوادر، لو ما عندناش، احنا عندنا طبعا، لكن احنا كمان بنبني المستقبل طويل. فالمانع ان الكوادر الصغيره دي نبعتها احنا اتحاد الكره، نتبنى موهبه عشان نبعته سنه. احنا كنا زمان، انا حاولت بنفسي ان انا اطلع وانا صغير شويه، يعني 30 سنه ولا حاجه، كنت عايز اطلع الرحله بتاعت لايبزيج. كان دايما اتحاد الكره بيعمل ده، فجاه اختفت الحاجات دي. تدريب الكوادر في كل المجالات ومنها كره القدم، ده من الحاجات الخطوات اللي لازم يعملها اتحاد الكره. خطوات كتير محتاجين، خطوات كتير محتاجين، حاجات كتير عشان يرجع منتخب مصر وترجع مصر تاني تلعب كوره كويسه. مش عيب ان احنا نتعلم، المهم ان احنا ننفذ. فاصل ونرجع بعد الفاصل. لو فكرنا وقلنا ان بلد مثلا زي المانيا او زي البلاد الافريقيه قفلت على نفسها وعملت نفسها طريقه لعب معينه، وابتدت ان هي تعمل ميه واحده للمنتخبات، وابتدت من قطاع الناشئين، كل دي افكار ناس كتير بتطرحها، ولكن محتاجه مدرسه. المدرسه دي يا كابتن ينفذها مصري وينفذها اجنبي، هل تستعين بمدير فني وتبتدي من اول او تبني من اول وجديد؟
طيب يمكن انا عندي اقتراح، يعني ده مني انا شخصيا، يعني ان هو انا متهيألي ان المدرب الاجنبي ده هيبقى مهم جدا لكل منتخبات الناشئين، مش انه مدير فني، احنا عايزين نجيب مدير فني لقطاع الناشئين. لو احنا عندنا ثلاث منتخبات قبل المنتخب الكبير، قبل المنتخب الاول، فلازم يكون يرقصهم الهيد كوتش هو راجل اجنبي، عشان يطبق سياسه بعيد عن النتائج، عشان ياهلنا، ياهل المجموعه ديت، لان احنا عندنا تجارب. المجموعه اللي كانت مع الكابتن حسن شحاته هي معظمها طلعوا مع بعض، جيل واحد مع كابتن شوقي غريب، صعد منهم 7-8 لعيبه كملوا مع كابتن حسن، شفنا جيل خد كسر الدنيا. فمتهيألي ان احنا في منتخبات الناشئين بتختار احسن مواهب في جمهوريه مصر العربيه في السن دوت، ويبقوا تقريبا 70-80% بيبقوا قوام المنتخب الكبير. افتكر ان هم اللي بياخدوه في الوقت ده من اهم الحاجات اللي المفروض نهتم بيها، يكون من شخص موثوق فيه، من مدرسه كبيره، وجاي بينفذ سياسه احنا محددينها له، عرفنا هو بيعمل ايه، واحنا مطلعين خطوه بخطوه بيه. طب يا كابتن، واحد دلوقتي بيتفرج علينا، قول لي يعني انت دلوقتي عايز تجيب واحد من بره عشان ينفذ سياسه ويبني عندك سياسه انت محددها له، انت جايبه على اساس ايه مثلا؟ انت جايبه ان هو يحط لك تجربه نجحت بره طريقه معينه وتبتدي تشتغل وتبني عليها. هقول لك شو رايي الشخصي، في كذا مدرسه للكوره في العالم، لكن احنا كمصر بيوافقنا جدا الكوره اللاتينيه والكوره الاسبانيه. ليه؟ لانها اعتمادها الاول، مش بقول ان هم بيتجاهلوا بقيه الحاجات، لكن اعتمادها الاول على المهاره، وده الشيء اللي احنا ممكن ناخده هنا من الطبيعه، مش لازم نمرنه عليه. عندنا لغايه دلوقتي مراكز الشباب واللعبه في الشارع زي انا، يعني معظم لعيبه الكوره اللي هو في سني والاكبر مني والاصغر مني اتربينا في الشارع في الكوره. احنا لغايه دلوقتي عندنا ده، عندنا الموهبه اللي بتطلع من مكان فقير متعلمه كل حاجه، اللي هو ليت ذا جيم بي ذا تيتشر، اللي هو لعب كوره اتعلم كل حاجه بقانون الشارع. فبيجي انت بتعلمه بقيه الحاجات، فاحنا عندنا الموهبه، فاحنا نختار الطريقه اللي احنا عندنا منها. بس عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، الكوره بقت للسريع مش الحريف. مش كده معنى حريف ليه؟ لو انا اتكلمت على برشلونه هو احرف ناس، لكن هم احرف ناس انهم ينقلوا الكوره. لو اتكلمنا على البرازيل هم احرف ناس، لكن هو بيستخدموا المهاره في التلت الاخراني. لو اتكلمنا على اي فرقه كبيره بتستخدم المهاره، هم في الاول والاخر بيستخدموا نوع تاني من المهاره، نوع التكتيك في الباصات، نوع التحرك بالباصه، الباصه اللي في الوش. شوف جنوب افريقيا الجون اللي جابوه فينا اتكرر كام مره اثناء الماتش. ده مش مدرب، مستحيل يكون المدرب قايل على السبوره هنعمل كده. هو ده اتكرر في التمرين 50 مره، واتعمل جمله في التسخين، واتعمل جمله مع خصم، واتعمل جمله في تقسيمه، ووقف عشان يقول ده غلط وده صح. الكوره اللي في الوش دي انا افتكر الله يمسيه بالخير كابتن حلمي طولان رمى الصفاره اكتر من 100 مره واحنا ناشئين، عشان لعيب ما باصش الكوره في وشه. قد ايه قيمت ده لما بقيت مدرب؟ عرفت يعني ايه معنى ان الراجل يباصي في وشه؟ شوف معلومه صغيره قد ايه تنقل اللعب بشكله ايه. جنوب افريقيا النهارده بيوصل دور الثمانيه، بيطلع مصر من 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 وسط ارضها وسط جمهورها، عشان البيزك، عشان اساس اللعب بس. فالمدرسه في الوقت دوت المواهب، احسن مواهب عندنا محتاجين واحد عنده خبره طويله، نختاره بعنايه من مدارس، من مدرسه المدارس ديت، لانه هيلاقي الخام اللي اشتغل عليها. العكس في انجلترا مثلا بيستخدموا زي بيستخدموا المهاره وبيستخدموا كل حاجه، لكن عندهم كمان جزء مهم جدا ما نقدرش احنا نتمكن منه، الا وهو التكنولوجي، او العنصر التكنولوجيا في جوه الرياضه، الاحزمه وقياس النبض ومدرب متخصص عشان يعمل كذا. بس دي بقت الكوره يا كابتن في العالم كله، مش في انجلترا بس. مش دايما، مش دايما. ما افتكرش بيرو بيعمل ده ووصل نهائي بطوله كوبا امريكا، ما افتكرش مالي عمل كده، ما افتكرش بنين عمل كده، مدغشقر ما عملش كده. بس ده مش ستاندرد، يعني دي فرقه توصل مره، فرقه تعمل مفاجاه. حضرتك بتتكلم على ستاندر فايل اللاعب، وبيجري قد ايه وسرعته قد ايه وسبرنتاته قد ايه. انا شخصيا استخدمت ده، عملت دي ان ايه مع المقصه وعملت النظام الغذائي، لكن ده مش احسن ناس نطبقه. احنا لازم نجيب فلسفه تناسب اكتر حاجه مميزه احنا بيها، الا وهي المهاره، وبعد كده هندخله جوه اللعبه. لما انا بقدر هرجع تاني اقول نص ملعبنا وليد سليمان وطارق حامد ورده، دول لعيبه ممتازين جدا لثلاثه نص ملعب لو متمرنين على ده، لو بيلعبوا ده، لان انا مستني نص ملعبنا يبقى المهارات دي مش بالاشخاص. خلي بالك ان في فرق كبير، ان انا بقول وليد سليمان وورده دول هم دول، لا انا قصدي النوعيه دي، نوعيه نص الملعب دي محتاجه شغل من ناشئين، من منتخب ال 16. مين اللعيبه اللي اخطا اجير ان هو اخده؟
ما اقدرش اقول الاخطا انه خده، بس اقدر اقول الاخطا انه ما خدوش. انا بالنسبه لي عبد الله جمعه لغز انه ما يعني ما يلعب على مين؟ هو وايمن اشرف كانوا الاثنين مثاليين، لان واحد متمكن من الواجب الدفاعي. الاثنين بيلعبوا، الاثنين يلعبوا في الملعب؟ لا يعني هما الاثنين المفروض كانوا يبقوا جوه المنتخب. اه بحيث انا اقدر في اللي حصل دوت عبد الله جمعه كان هيبقى لي دور، ما اقدرش انكر دور ايمن اشرف. وانت يا كابتن عشان تحط لازم تشيل. ايوه في كذا يعني مثلا ايمن احمد ايمن منصور لعيب جامد جدا، حاولت اخده في كل حته اروحها، بس انا شايف ان هو وايمن مثلا لازم واحد عشان اخد واحد تاني عنده ميزه تانيه، لاني هبدل باك ليفت مع ان انا عايز ميزه تانيه مش عايز نفس المواصفات، فانا حسيت انه خد اتنين في نفس المواصفات. وليد سليمان افتكر انه احسن لعيب بس ما كانش اجهز حاجه، يعني الراجل اداله مره قال اداله اقل مره اللي بعديها، ومع ذلك اداله في اخطر وقت مع ورده في نص ملعب، فحسيت ان احنا قللنا جدا من قيمه جنوب افريقيا. والغريب ان احنا لو مقللين من قيمه جنوب افريقيا قبل الماتش باثناء الماتش واثناء احداثه لازم اعمل حساب زياده، للاسف حسيت ان هو كمان اخذ ريسك زياده، اخذ ريسك زياده اكننا احنا كنا ليد واحنا ما كناش كده. هو يعني كانت غلطه كبيره جدا، هو اتعشم زياده في المجهود بتاع نص الملعب بتاعنا، في حين ان صلاح ما بيقدرش يعمل المجهود الكبير اللي في الديفنس لانه بنعتمد عليه كليا في الهجوم، فكنا عندنا فجوه كبيره ديفنس، كان واضح جدا ان في ثغره وان في هجمه هتيجي وهي جت يا ما جاتش. عايز اقول احنا كان حظنا وحش ان احنا في برضه يعني مثلا تونس عملت اوحش مننا النهارده في دور الثمانيه، احنا الجون بتاع 16 الدور دخل الدور الثمانيه كسبت النهارده. اللي اقصده ان تريزيجيه كان ممكن يخلص الجيم، كان ممكن قبليها الفرصه تضيع وكل ده ما نتكلمش فيه، لكن احنا خسرنا وللاسف خسرنا واحنا وحشين، فمش قادرين ندافع او اطلع ادافع عن حد فيهم، احنا لعبنا وحش جدا كطريقه. دايما برجع تاني المغرب واقول لك مفيش حد زعلان من جمهور المغرب عليهم، زعلان عشانهم لكن زعلان منهم، عملوا احسن حاجه، لعبوا الكره المفروض تتعمل، خسروا، عملوا ماتشات قبل كده كويسه، لكن منتخبنا مش عايز اقول خذلنا، بس احنا كنا مستنيين كوره صدقني، الجمهور المصري ذواق ولو كنا ادينا، لان فرق جنوب مين تاني يا كابتن شايف ان هو ممكن يبقى موجود في المنتخب؟ والله برضو يعني مثلا ولد زي صلاح محسن، صلاح محسن ده كان من اللعيبه اللي هي مستنيين منها حاجه كبيره جدا، وفجاه يروح يقعد سنه ما يلعبش. ما بيلعبش. ما هي دي انا مش اورد انه يخش، بس بقول لك موهبه كان المفروض ان دلوقتي في التصاعد بتاعه في الوضع التصاعدي بتاعه، وفجاه بيروح نادي ب 35 مليون جنيه على اثنين فراوده، واحد فيهم منتخب مصر والتاني بكام مليون يورو عشان يقعد احتياطي ثالث. ففي توازنات يعني في لعيبه بتروح للاسف شديد وسط عند مثلا وسط قرار غلط، في لعيبه لازم تاخد فرص اكتر من كده يعني. يعني ما الونش متهيألي كان برضه لازم ياخد فرصه زياده عن كده شويه. ما هو اخد ماتش بس اتصاب. للاسف شديد يعني. لكن غير كده يعني ما قبل البطوله ممكن اقول كده دلوقتي بعد البطوله، لكن ما اقدرش قبل البطوله اقول لك ان عبد الله سعيد ما كانش المفروض يبقى اساسي طول الماتشات، النني ما كانش المفروض يبقى اساسي طول الماتشات. لعيبه كبار بس ما ادوش المستوى اللي احنا مستنيينه منه. بس هو كان مين بديل وليد صلاح؟ مين بديل انا اسف محمد صلاح؟ اصل محمد صلاح ملوش بديل يعني. يعني لا قدر الله تعب حصل حاجه، مين اللي كان ممكن يعرف الحته دي؟ هي اسئله الناس بتسالها يعني. دي حاجات مثلا من اللي هو ليه كهربا ما دخلش؟ لان لو حصل حاجه لصلاح احنا محتاجين كهربا، محتاجين رمضان صبحي، واحد من الاثنين كانوا مفتكر برضو كان ممكن يبقى ليه دور شويه. متهيألي. فاصل ونرجع نتكلم على من تفوز بالدوري، الاهلي ام الزمالك؟ الاثنين قريبين قوي بعد الفاصل. لكم سريعا نتائج دور 16، المغرب خسرت من بنين، السنغال كسبت اوغندا، نيجيريا كسبت الكاميرون، وجنوب افريقيا كسبت مصر، مدغشقر كسبت جمهوريه الكونغو، كوت ديفوار كسب مالي، واخيرا تونس كسبت غانا. ربع النهائي السنغال وبنين، نيجيريا وجنوب افريقيا، كوت ديفوار والجزائر، مدغشقر وتونس. يعني
لقاءات الحقيقة كلها بقى خلاص لقاءات ضرب نار. أعتقد إن السنغال وبنين، السنغال تاري إن شاء الله، نيجيريا جنوب أفريقيا، هو ده ماتش أنا بعتبره إن هو كان المفروض يبقى في قبل النهائي مش دلوقتي، بس اللي متهيألي اللي هيكسب فيهم هيوصل النهائي، هيوصل نهائي. جنوب كوت ديفوار والجزائر، الجزائر قدمت أحسن مستوى لغاية دلوقتي في البطولة. مدغشقر وتونس، اتمنى تونس ما قدمتش احسن حاجه، لكن هو في تصاعدي النهارده قدموا شويه 20 30% زياده، فكوني عربي يعني ان شاء الله تونس، ان شاء الله باذن الله تونس. اشكرك كابتن. انا اللي بشكر حضرتك ومبسوط جدا انا معاك، ده شرف ليا يا كابتن، اتمنى لك كل التوفيق وقريبا ان شاء الله تحقق كل افكارك وطموحاتك. متشكر جدا كابتن، اشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده من سوبر تايم، بكره ان شاء الله باذن الله يوم جديد، بكره حلقه خاصه جدا الساعه 10، بكره مفيش مباريات، بكره اجازه وابتدي من يوم الاربعاء دور الثمانيه، هكون موجود معاكم بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 10 بالليل، اشوفكم على الف خير.